اللي كيحضر في هذا الديربي كيبغي على انه يكون في المستوى، كيف ما يكون نوع اللاعب، اللاعب اللي كيحضر الديربي كيبغي يبين على انه قادر على انه يحمل القميص ديال الفريق. اللاعبين اللي مصابين كنتمنى لهم الشفاء العاجل وباش يجاورونا ان شاء الله في المقابلات المقبله. اللاعبين اللي غادي يشاركوا كنظن على انهم واعيين وعارفين على ان المسؤوليه انهم يبقاو غاديين في واحد التصاعد اللي رسمته الاداره التقنيه وكذلك المسيرين. اما الوداد فهو حائر بين حسابين، الاول كيف يمكن التنقيب في الذخيره الحمراء عن تعويض 9 لاعبين من التشكيل ابرزهم يوسف رابح، عبد الرحيم بن كجان، وبكر الهلالي، والثاني الدفاع باستماتة عن مقعد يبقي له فرصة المنافسة قاريا. فريق الوداد تراجع شيئا ما العطاء ديالو، ولكن في هذه الاسابيع الاخيره بدا كيرجع بقوه وبرهن على هذا الشيء في المقابله الاخيره، واكيد ان هذه المقابله غتعطيهم واحد المعنويات كبيره باش يدخلوا للديربي بواحد الثقه وبواحد الروح القتاليه باش يكون النصر حليفهم. الكلاسيكو سيجرى في سياق مختلف عن سابقه، فجمعية أنصار الوداد التي لا زالت تعيش حدادا على فقيدها المشجع حمزة البقالي الذي قضى على إثر أحداث الشغب التي رافقت مباراة الوداد مع الجيش ستنكس أعلامها وستلغي مظاهر الزينة كلها على المدرجات. حزن ودادي حتى إشعار آخر. هاد الديربي ما غنديروش شي حاجه، كنتمنى الجمهور يتفهموا وضعي ديالنا، اللي كيبقى ان المبلغ ديال التيفو اللي هو 50,000 درهم تبرعنا به لفائده نادي الوداد الرياضي فرع كره السله كمستحقات اللاعبين اللي ما تخلصوش هذه مده، هاد اللاعبين اللي بلوا بالعرق ديالهم وبالجهد ديالهم قميص الوداد الغالي. ستدبر الدار البيضاء موعدها الكروي بمعطيات اخرى، معطيات وان فرملت بعضا من عنفوان الاشجان فانها لن تفسد للديربي قضيه. الأخضر نوالي، الجزيرة الرياضية، الدار البيضاء.